وفكرنا بايام زمان كما نقولوا. والموسيقى دي يعملوها كان وقت الاحتفالات ووقت الايامات الزينه كما نقولوا. فوالا، فحتى في المناسبات حتى الدوليه في بعض البلايس شاف. يلا سينو نمشيو تو سويت لدبارتنا لليوم. بدايه مشجعه شاف بالنسبه للانتري، لكن ندخلوا مع بعضنا تو سويت من باب دباره اليوم. دباره اليوم، دباره اليوم. يا شاف، شنو دبارتنا لليوم؟ شو عنا في الانتري؟ دبارتنا اليوم باش ننسقوا مع الطقس نتاعنا كالعاده، والموزيكا فيه طبعا في الالف خلاخه، هي باش نعملوا مقرونه جاريه بالخضره. مقرونه جاريه بالخضره في وقتها شيف، مقرونه جاريه ديجا توا ديجا مع شويه البرد هذايا. بون كومي مش كيما البارح، البارح صحيح بارده مليح، لكن حتى اليوم شيف البرد يستحق مقرونه جاريه هكا ولا؟ باهي حاجه باهي توا، مقرونه جاريه ودفي ربا رفيد وفاكيل في الليل، وحاجه معناها بالفحين باهي الحقيقه. اي بالطبيعه بالخضره خاطر وباللفاحات اللازمه وكل شيء باهي. سينو كيفاش نطيبوها شيف مقرونه جاريه؟ المقرونه الجاريه نتاعنا باش ناخذوها كلها باش نعملوها طومات فريز، معناها طماطم الزعره نتاعنا معناها الفريش، ياخذوا اربع كعبات طماطم نحيوهم مليح، نحطوا معاهم أربع بغارات زيتونة، نحطهم يتقليوا سلة سلة، معاهم شوية خل مبروش وشوية ثوم، معاهم سمين زيت سمين ثوم، رواية الخل كما قلنا، هذوما يتقليوا سلة سلة، ثم في الوقت هذاك يتقلى سلة سلة، ناخذوا كعيبة بطاطا، كعيبة سفناريا، هذيا بالنسبة للخضرة اللي تستعملوها اليوم، نحطوها جويدة، بعد ما نصبوا الماء ونمرقوا الكسوات نتاعنا. نكملوا نرمي الخضره نتاعنا تقعد تسيب شويه، وقت قريب تسيب الخضره نتاعنا شويه نحط معاها كعبه حمص، وفي نفس الوقت وقت نرميو المقرونه تسيب في البويون هذاك الكل اللي هي تكون مقرونه جويده على الاخر، نسميوها مقرونه العقيق جويده على الاخر، ومن بعد نخليوها تغلي معاها صوص غير بعد ما قضينا الماء تقريبا متر، ناخذوا حكايه 100 جرام 200 جرام مقرونه تصبوها في وسطها وتبدا وصايتيريا، في الاخر نحطوا الملح والفلفل الاكحل والتبل والكرويه، وهنا نجم نحطوا شويه فلفل زينه باش نحرحروها شويه اصعب. ايوه شويه فلفل زينه باش نحرحروها، ما نصبوش ما نحطوش برشا شيفه. لا ما نحطوش شويه بركه، خاطر اذا كانت الطماطم نتاعنا خضره شويه مستخره فلفل زينه باش تبدل شويه اللون، خاطر عم تنزل حاجه احنا هكا باش نعملوها بالطومات فريك تقعد فريش هكاك، نبدلوها شويه اللون نتاعها ونحرحوها شويه في الزينة حار اللي يحب حلو في الزينة حلو. واضح شيف. بالنسبة للونتخي نتاعنا المقرونة جارية قد ايه لازمها وقت شيف زعما ابري؟ بالطبيعة بعد ما حضرنا الصوص ياخذ كل 25 دقيقة 30 دقيقة، اما في السبع دقائق الاخرانيين نرميو المقرونة نتاعنا. أيوة في 25 دقيقة هي الكل، لكن فإحنا في السبع دقائق الأخرانيين نرميو المقرونة باش تطيب في الصوص نتاعنا. سينو باهي شنو عندنا في السويت شيف؟ السويت نتاعنا هو باش نعملو الكوردون بلو باش يكون باني زادة حاجة مزيانة، مع تبدا بورسيون باهية فيها كل شيء تاع الفات مع المقرونة، نجمو ناخدو بورسيون باهية تاع الحم. كيف اسكالوب فيه 120 جرام 150 جرام، بالطبيعة مش نشريوه يشرحوه مليح تكون ورقة جويدة مع الاسكالوب. ناخذوا معها في وسط من بعد ما نصفوها كل شيء نحطوا في وسط ورقتين دورولين معناها تاع جامبون، كان كبيرة ناخذوا ورقة بركة جامبون تكون شوي. في نفس الوقت نحطوا معها جبن سلايس اللي يبدا ورقة رافينية كيف كان فمي سلايس نجم نبدلوا نوعية. بعد نسكروه في الجناب اللي كبروه ولا نسيوه مليح، نثبتوه مليح نسكروه في الجناب، ومن بعد نحطوا له نغسلوه في الفرينه، بعد الفرينه نحطوه في العظم، ومن بعد في الشقيق ونضربوها مليح حتى الشقيق تشد روحها مليح، ونسخنوا لها الزيت ومن بعد نحطوا فيه ونقليوها، وتبدا نستناوها ما تحطوش نار قويه باش تسيب ما تحرقش من برا، ومن بعد تقعد نايه من داخل، لازم نسخنوا الزيت ومن بعد نقصوا الزيت. بعد نحط كوردون بلو مع نحط المقرونه نتاعنا في تحيفه باهيه هي بالطومبيه ولا حي الغرق، ومعاها الكوردون بلو نعديو به
يكون أكلة كومبلي حاجة تعمل 66 كيلو. حاجة تعمل 66 كيف في السويت متاعنا مع بالطبيعة مع المقرونة الجارية للونتخي متاعنا بالنسبة اليوم، سينو في الديسير شايف شنو عندنا؟ الديسير هو بما انه فما النسر تاع الفريز توا نحكيو على الكيس كيك بالفريز. اي كيس كيك بالفريز متاعنا ناخذوا اي نوعية بشكوت الموجودة فوق، والا نجمو نعملوا اي بشكوت تاع التدييري متاعنا. فما بشكوت العيد توا فما تعبيات موجودة، ناخذوا نرحيوهم ونبلوهم بشوية عدس شوية نرحيو معاهم، نحطو في الوسط نتاع اثنين فريز مرحيين ونخلطوهم مع البشكوت هذيا. ناخذوا الصفار نتاعنا ونحطوها نعملوها ايطاج تاع البشكوت هذيا، بعد ما نلموها فما نلموها بشويه زبده ذوبولها الباتا هذيا البشكوت المرحي كيما الشابلير نلموه بشويه زبده. انا بيجي نقول لك راهو لازم نلمو حتى بشويه ماء، فما الزبده نلمو بشويه ماء يكون ايطاج ولا شويه عطشيه ولا ماء زهر، نلمها الباتا هذيا نحطها من الزبده. ناخذوا 150 غرام جبن الروسيتي الشتاء، 150 غرام جبن اكثر قيمه، 150 غرام سيم فريش نخلطوا كلهم مع بعضهم، نرحيو اربع كعبه فريز والا نقصوهم مربعات صغار ونخلطوهم مع نفرشوهم فوقها ونحطوها في الكونجيلاتور في الكنز. اما اللي يحط الجيلاتين انا ما ننصحش بالجيلاتين على خاطر نبعد دي مع الكيماويه نخليها فريش تاع ومن بعد يكون نعاود نخليها تكنزل. ناخذ 100 غرام فريز نحط عليها 50 غرام سكر مرحيين مع بعضهم كيما الجو، نحطهم يدخلوا شوية على الغاز ويعقدوا توليو كل معجون. نخرج الكيس كيك نتاعي نصب هاك الجو هذاك كل من فوقها اللي هو كل معجون نتاعنا معجون فريز، تكون مزينة بتعبة فريز من فوق وكريم ديكيز وكل واحد يزينها في محل، وانا يكون عن الكيس كيك بالفريز يعمل يعمل 66 كيف. سينو شيف الكريم ليكيد قلنا 100 غرام 100 غرام فريز هكاك نزيدو 150 غرام شنو اخر شيف؟ بالنسبه للروسيت الكيس كيك عندنا 150 غرام كريم فريش ولا كريم ليكيد باهي، و 150 غرام جبن اتارتيني. ايوا باهي، مش اي جبن، لازم يكون جبن حلو ويكون اتارتيني، معناها الجبن نتاعنا يكون كيما الكريمه. ايوا مش نمشيو نشريو جبن مرحي مثلا ولا جبن معناها مغلف حاجات، احنا الجبن نتاعنا لازم يكون اتارتيني كيما الكريمه، باش نجمو كي المعجون يمشي معناها باش يتخلط مع الكريم فريش، مش اي نوعيه. واضح باهي. سينو شايف نعاود نذكروا ميساج المستمعين نتاعنا بالدبر اللي يسمع فينا توا في كرهبهم ولا وين ما كانوا قاعدين يسوقوا، دونك ديغا ديغا طريق السلام عليكم الناس الكل، احنا موجودين معاكم ديما نذكركم بالدبر لليله. دونك بديناها مع المقرونه الجاريه لونتخي نتاعنا بالنسبه اليوم تميت مات فوالا تميت مات اربع كعبه طماطم شاف فريشك فوالا اربع خليهم هكاك خير يلا سينو اربع كعبه طماطم شاف فريشك نرحيوهم الكل مع بعضهم نزيدوهم اربع مغارف زيت زيتونه بعديك راس بصل شويه ثوم يتقلي الكل مع بعضهم فوالا. دونك انا الغالب عندي شويه مشاكل في النطق بارامون هاري شيف باه يتقلوا الكل عليك مازلت انفورم راهو انفورم وبرك عني تسمع فيك وما عندك تقلق في النطق. يا ربي يخليك يا ربي يخليك يا شيف يعطيك الصحة. دونك نكملوا الدبرة نتاعنا قلنا باش نزيدوها راس بصل شوية ثوم يتقلوا الكل مع بعضهم، من بعد كنزيدوا البطاطا والسفنارية ونقصوهم جويدين شيف، بعد ما نزيدوا الماء اللي باش نمرقوا به الصوص نتاعنا نزيدوا من بعد الحمص والمقرونة اللي فرضت علينا قلت لنا لازمها تكون جويدة اللي بوغ دي ريزون دو كاليتي فوالا. دونك حاجة بنينة لازم تكون المقرونة متاعنا جويدة، 100 غرام مقرونة في بري دونك، وبالطبيعة نزيدوهم الفحات اللازمين ملح فلفل أكحل تابل وكروية، ونجمو كيما قلت إذا كان نحبو نزيدو شوية فلفل زينة. لكن الحاجة المهمة لازم نذكروا بها المستمعين في السبعة دقائق الأخرانيين فقط نرميو المقرونة متاعنا باش تتفاعل مع أكل الخضرة هذيك كل والفحات والبنة الكل به هكا. سينو 25 دقيقة تكون المقرونة الجارية متاعنا حاضرة وموجودة على الطاولة، نمشيو نحضروا لي كوردون بلو السويت متاعنا بالنسبة لليوم 120 غرام سكالوب. دونك اما شنو السكالوب لازم يكون وريقات جويدين نعملوا في وسطها زادة معها الوريقات جامبون وجبن سلايس نسكروهم الكل على جناب ونغطسوهم في الفرينة بعد نحطوهم في العظم وبعديك شابلوغ ونحطو نقليوهم الكل مع بعضهم
هكا تكون لي كارتون بلو نتاعنا حاضرين وامورهم فسفس شاف امورهم ليجل. جوست هذا شنو نذكروا بالانجليزي ديما فونكسيون بي، المستمعين قولي شيخ فونكسيون بي وتبع بالانجليزي. يعيشك شيخ. سينو نمشيو للتشيز كيك، لكن قبل التشيز كيك شيف قلت لي انت ديما توصي شيف على انه كي نقليو كيما كان لي كوردون بلو، دونك يلزمنا ما عندناش وقت معين، لكن في بدات تحمر بدات تاخذ اللون الذهبي نتاعها، دونك فوالا دونك هيك وقتها طابت ونخرجوها هكا ولا شيف. هذا هو ما نساوش نسخنوا الزيت ومن بعد نقصوا فيه تقريبا تاخذ شوك من برا تولي ذهبيه والا تتحرق لك فقط نيه من داخل، هذاك عليه ديما نوصي على الزيت طريقه تقليديه هي مهمه ياسر بالفرد بالضبط. بي سينو بهكا نخلطوا للتشيز كيك الديسير نتاعنا لليوم. تشيز كيك لليوم اخترناه باش يكون بالفريز، دونك ناخذوا باش نحضروا البات نتاعنا ناخذوا لي بيسكوي نرحيوهم ونخلطوهم مع الفريز نلموهم الكل بالزيت شيف، ولا قلت انت نجموا نلموه حتى بالماء العطرشيه ولا ماء الورد ماء زهر، دونك نجموا نلموهم باي حاجه اللي نحبوا عليها احنا. 150 غرام جبنه حلو وترتيني ولا ونزيدوها زاده 150 غرام 150 مش يترى شيف. لا 150 غرام كريم فريش ولا كريم ليكيد؟ كريم فريش ولا كريم ليكيد، خاطر انا مشيت في مخي ليكيد قلت غرام بالليكيد صعيبه. بي سينو 150 غرام كريم فريش ولا نزيدوا الكريم ليكيد، دونك اربع كعبات فريز نرحيوهم معاها ونحطوهم الكل في الكونجيلاتور، دونك نحضروا بعديك نجموا زاد نحضروا الكريم ليكيد نتاعنا، دونك 100 غرام فريز ونزيدوها 150 غرام 150 غرام شو شيف؟ عندنا 150 غرام فريز نختارهم ديما السكر. السكر نرحيوهم مع بعضهم كيما جو باش نطيبوهم على الزاز كيما المعجون. فوالا بي فوتني شويه شايف فوالا، دونك السكر اللي نسيتو انا 150 غرام فريز بالطبيعه نزيدوهم السكر بالطبيعه باش تجي الكيك نتاعنا حلوه وبنينه خاصه مع الفريز وقته توا شايف وبنته والريحه نتاعو ولا حتى في الكوجينه وريحه الكيك الكل ماليه الدار. شكرا ليك شايف على تبارتنا لليوم. اذكر المستمعين اللي مقرونا لونتخي نتاعنا بالنسبه اليوم كوردون بلو، بعديك نلقاو تشيز كيك. المزيد من التفاصيل نجموا يلقاوها المستمعين الكل على باج فيسبوك نتاعنا راديو كاب اف ام.